إذا السلام عليكم ورحمة الله. نواصل مع درس وحدات قياس الحجم والسعة في مادة الرياضيات الحصة الثانية. إذا رأينا في الحصة السابقة، سنقوم أولا بتذكير بالحصة الفائتة. إذا رأينا في الحصة السابقة بأن الوحدة الأساسية لقياس الحجم هي، أحسنتم، هي المتر مكعب. إذا نأتي إلى الجدول، نحاول ملء الجدول. لدينا الوحدة الأساسية لقياس الحجم هي المتر مكعب. إذا بعد ذلك نستخرج أجزاء المتر مكعب، هي الديسيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، ثم المليمتر مكعب. ثم رأينا بأن هناك علاقة بين الحجم والسعة. رأينا بأن واحد متر مكعب، رأينا بأن واحد ديسيمتر مكعب تساوي واحد لتر. إذا نتمم الجدول، جدول التحويلات. إذا نكتب في وحدات الديسيمتر مكعب، نكتب اللتر. بعد ذلك نكتب مضاعفات اللتر، اللي هي الديكالتر، الهكتولتر، ثم أجزاء اللتر اللي هي ديسيلتر، سنتيلتر، وأخيرا مليلتر. الآن سنقوم بتمرين، أكتب التمرين على السبورة، تابعوا معي. إذن أحول، إذن التمرين الأول أحول إلى الوحدة المطلوبة. إذن لدينا 250 متر مكعب، سنحولها إلى 250 ديسيمتر مكعب. نحولها إلى المتر مكعب، ثم نحولها إلى سنتيمتر مكعب، ثم 127.5 سنتيمتر مكعب، سنقوم بتحويلها إلى ديسيمتر مكعب، ثم إلى المليمتر مكعب. لدينا أيضا 43.05 متر مكعب، سنقوم بتحويلها إلى الهكتوليتر، ثم إلى اللتر، وأخيرا 739 لتر، نحولها إلى الديسيمتر مكعب، ثم إلى الديسيلتر. إذن نحولها إلى الديسيمتر مكعب ثم إلى الديسيلتر. الآن سنمر إلى، حتى نقوم بتحويل هذا إنجاز هذا التمرين، نستعين بجدول التحويلات. نبدأ ب 250 ديسيمتر مكعب، أكتبها في جدول التحويلات. إذن الوحدة التي لدي هنا هي الديسيمتر مكعب، كما قلت في الحصة السابقة، نذهب إلى رقم الوحدات، رقم الوحدات هو صفر، أكتبه في وحدات الديسيمتر مكعب، ثم أكتب 5 و2، 250 ديسيمتر مكعب، أقوم بتحويلها إلى المتر مكعب. إذا المتر مكعب هو هذا، إذا وحدات المتر مكعب هي هنا، نضع صفر، ثم أضع الفاصلة. إذا 250 ديسيمتر مكعب تساوي 0.250 متر، أو نكتب 0.25. إذا نحاول أن تأخذوا بعض الأوراق وتنجزون التمرين معي. الآن نمر نفس الشيء، نحول 0.25 أو 0.250 متر مكعب، نحولها إلى سنتيمتر مكعب. إذا سنتيمتر مكعب هو هذا، إذا أضيف أصفار 0.00، وأتوقف عند وحدات سنتيمتر مكعب، ثم أقوم بإزالة الفاصلة. إذن 0.25 متر مكعب، وجدنا أنها تساوي 250 ألف سنتيمتر مكعب. إذن أكتب 250
وخمسون سمح 250 ألف سنتيمتر مكعب. الآن نمر إلى 127.5 سنتيمتر مكعب، دائما أكتبها في الجدول. إذا رقم الوحدات الذي لدينا هو 7، أحسنتم 7، أكتب 7 في وحدات سنتيمتر مكعب، ثم 2 في العشرات و1 في المئات، بعد ذلك أضع الفاصلة ثم 5. الآن سأقوم بتحويل 127.5 سنتيمتر مكعب إلى الديسيمتر مكعب. الديسيمتر مكعب يوجد على اليسار، إذن سأضيف 0، بعد ذلك أزيح الفاصلة لأكتبها لأضعها هنا. إذن 127.5 سنتيمتر مكعب أصبحت تساوي 0.1275 ديسيمتر مكعب. إذن 0.1275 ديسيمتر مكعب. الآن سأقوم بالتحويل إلى المليمتر مكعب. إذا المليمتر مكعب، إذا ماذا سأضيف؟ أحسنتم، سأضيف الأصفار. إذا أضيف هنا 0 ثم 0، ثم ماذا أفعل؟ أزيح أو أزيل الفاصلة، أزيل الفاصلة وأزيل 0. إذا أصبح العدد الذي لدينا هو 127,500. إذا أكتب 127,500. العدد الموالي هو 43.05، أكتبها في الجدول. رقم الوحدات دائما هو 3، إذا 3 أكتبها في المتر المكعب. إلى المتر المكعب أكتب 43، أضع الفاصلة ثم 0.5. الوحدة المطلوبة هي الهكتوليتر، لدينا الهكتوليتر، الهكتوليتر، إذن سأزيح الفاصلة إلى اليمين ثم أضع الفاصلة، إذن أصبحت تساوي 430.5. أكتب 430.5، ثم أحول 430.5 أحولها إلى اللتر، إذن أحولها إلى اللتر. إذن اللتر، لدينا اللتر، ها هو هذه الخانة الخاصة باللتر، إذن سأضيف 0، ثم بعد ذلك أزيل الفاصلة، إذن أصبح العدد هو 43,050. إذن أكتب 43,050. العدد الأخير وهو 739 لترا، سأحاول تحويلها إلى الديسيمتر مكعب، بعد ذلك إلى الديسيلتر. إذن أكتب 739 في رقم وحدات هو 9، إذن 9 سأكتبها في اللتر. ها هنا اسمح، إذن أكتب 9 في الوحدات في اللتر، ثم 3 في 7، 739 لترا، أحولها إلى ديسيمتر مكعب. نحن نعلم كما رأينا في الحصة الماضية بأن 1 لتر يساوي ديسيمتر مكعب، إذن هل سيتغير العدد؟ العدد لن يتغير، إذن سأكتب 739، ثم أقوم بتحويله إلى الديسيلتر، الديسيلتر، الخانة الخاصة بالديسيلتر، ثم أكتب، أضع 0، إذن كانت تساوي 7390، إذن 7390. إذن أنهينا التمرين الأول، أتمنى أن تكونوا قد أجبتم أو أجبتم نفس الأجوبة وأن أجوبتكم كانت صحيحة. الآن سنمر إلى التمرين الثاني، إذن أمسح. الجدول، سنحتاج الجدول في التمرين الثاني. نقل هذه نكتب التمرين. لدينا حوض مائي، إذا التمرين الثاني، ثانيا التمرين الثاني على شكل مسألة. لدينا حوض مائي، حوض مائي سعته
29 ألفا سنتيمتر مكعب. وبه 7.25 لترا من الماء. إذن أراد صاحب أراد صاحب الحوض ملأه إلى 3-4 حجمه حجمه إذن أحسب السؤال المطلوب هو أحسب عدد اللترات أحسب عدد اللترات التي يجب صبها أو إضافتها في هذا الحوض. إذن أعيد قراءة المسألة. لدينا حوض مائي سعته 29 ألف سنتيمتر مكعب وبه 7.25 لترا من الماء. إذن أراد صاحب الحوض ملأه إلى أن يصل 3.4 حجمه. أحسب عدد اللترات التي يجب صبها في هذا الحوض. إذن المطلوب عندنا هو عدد اللترات التي يجب إضافتها على 7.25 لترا حتى إن نصل 3.4 من حجم الحوض. يعني يجب ملء 3/4 حجم الحوض. إذن أول شيء نقوم به هو أن نجد حجم الحوض أو سعة الحوض باللتر. أول شيء هو سعة الحوض باللتر. إذن لدينا لكي نجد سعة الحوض باللتر سنحتاج إلى لحجمه. لدينا حجمه هو 29 سنتيمتر مكعب. سنضعها في الجدول ونحولها إلى اللتر. إذن أكتب هنا 0.092. إذن 29 ألف سنتيمتر مكعب. إذن بدأ كما رأيتم ابتدأت بوضعت الصفر في الوحدات. إذن أحولها إلى اللتر. إذن سأضع الفاصلة هنا. إذن 29 ألف سنتيمتر مكعب تساوي هاتي غنعاود عاوتاني. إذن 29 ألف سنتيمتر مكعب تساوي 29 لترا. إذن تساوي 29 لترا. بعد ذلك سأقوم بتقسيم هذا 29 لترا لأجد 3/4 حجم الحوض. إذن لفعل ذلك سأقوم بتمثيل ل 29 لترا. لدينا هذا التمثيل قسمها إلى 2. لماذا قسمتها لأربعة؟ لأنني أحتاج 3/4. إذن هذه الكمية هي تمثل 29 لترا. ما أحتاجه أنا هو 3/4 التي أحتاجها. إذن لأجد هذه 3/4 سأقسم 29 على ماذا؟ أحسنتم، سأقسمها على 4. إذن إذا قمنا بعملية قسمة 29 على 4 كم سنجد؟ إذن سنقوم بالعملية جماعة. إذن الجدول لن نحتاجه، سأمسحه. إذن 29 قسمة 4. إذن 29 قسمناها 4 فيها 7. 7 في 4 28. أقوم بعملية الطرح. 9 ناقص 8 تساوي 1. 2 ناقص 2 تساوي 0. أضع 0. 10 قسمة 4 ثم أضع 0 ثم أضع الفاصلة. إذن 10 قسمة 4
اثنان. حسنتم، اثنان، اثنان في أربعة تساوي ثمانية. عشرة ناقص ثمانية اثنان، إذن اثنان لا يمكن أن أقسم على أربعة أضيف صفر. عشرون قسمة أربعة خمسة، إذن تسعة وعشرون قسمة أربعة تساوي سبعة فاصلة خمسة وعشرون. إذن هذا الجزء به سبعة فاصلة خمسة وعشرون، هذا الجزء الربع سبعة فاصلة خمسة وعشرون، ثم الربع الآخر سبعة فاصلة خمسة وعشرون. إذن ثلاثة أرباع، يعني سأقوم إذن سأقوم بضرب، إذن أتممها هنا، إذن سأقوم بضرب سبعة فاصلة خمسة وعشرون جداء ثلاثة، أو أقوم بعملية الجمع لأحصل على واحد وعشرون. إذن ثلاثة في خمسة نحسب جماعة، ثلاثة في خمسة خمسة عشر، أحتفظ بواحد. ثلاثة في اثنان هي ستة، واحد الاحتفاظ سبعة، أضع الفاصلة. ثلاثة في سبعة واحد وعشرون. إذن أنا وجدت ثلاثة الأرباع حجم الحوض. إذن قلنا المطلوب هو عدد اللترات التي يجب إضافتها إلى سبعة فاصلة خمسة وعشرون حتى أجد واحد وعشرون فاصلة خمسة وسبعون. إذن العملية التي سنقوم بها هي عملية الطرح. إذن الجواب سيكون عدد اللترات، عدد اللترات التي يجب صبها هي، إذن أقوم بعملية الطرح، 21.75 ناقص 7.25. إذن نقوم بالعملية 21.75، إذن حتى أضع الفاصلة تحت الفاصلة، 7 تحت الوحدات تحت الوحدات، ثم 2 تحت الأعشار تحت الأعشار، وأجزاء المئة أسفل أجزاء المئة، ثم أقوم بعملية الطرح. 5 ناقص 5 صفر، 7 ناقص 2 تساوي 5، أنزل بالفاصلة، 1 ناقص 7 لا يمكن، إذن أضيف 10 إلى الوحدات و10 إلى العشرات. إذن 11 ناقص 7 تساوي 4، و2 ناقص 1 تساوي 1. إذن الجواب هو 14.50 لترا. إذن الجواب هو 14.50 لترا. إذن هكذا انتهت حصتنا الثانية من درس وحدات قياس الحجم. شكرا لكم وإلى اللقاء.